السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله معانا فكرة لفانوس رمضان، فكرة ظريفة وخفيفة جدا وإن شاء الله تنال إعجابكم. بس مبدئيا لو بتشوفي قناتي لأول مرة أتمنى تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. وهنا خلاص بدأنا في الفيديو. هنستخدم معانا ورق الفوم، أنا استخدمت ورق الفوم العادي، تقدر تستخدمي الجليتر، ومعايا كمان عبوتين من علب او ازايز الزبادو، ازايز بلاستيكيه متوفره جدا في المحلات. انا بشيل طبعا الكفر اللي عليها، ده هو كفر من البلاستيك، وهبتدي اشتغل الفكره بيها. وتقدري على فكره تعملي منها كميات، يعني لو عايزه تعلقيها هتعلقيها بمنتهى البساطه والسهوله. هنا باخد المقاس بورق الفوم وهبتدي اشوف انا هنفذ الفكره ازاي. اتمنى منكم ان انتوا ترفعوا لي الفيديو بلايك كتير وكمان كومنتات، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تشيروه مع صحباتكم علشان ده بيفرق معايا جدا وبيفرق معايا كمان في القناة. هنا ببتدي الزق بمسدس الشمع من على الطرف كده بتاع ورقة الفوم اللي معايا بالشكل ده. خليكي حريصة جدا لان لزعة الشمع بتكون قوية جدا. هبتدي اقصها بالطريقة دي بس من الناحية اللي هي متنية، مش من ناحية اللزق بتاع الشمع. هعملها زي شرايط مستطيلة كده. هلزقها بالتساوي على الزجاجة بالشكل ده كده، وحاول بقدر الامكان ان انت تحط الشمع على الفوم نفسه علشان الازازه دي بتكون يعني ايه مش قويه فممكن تسيح معاكي. وهشيل الزيادات بالمقص بالشكل ده كده. هجيب قطعه تانية من الفوم وهلزقها واقصها بنفس الطريقه. لو حابة تطبقي الفكرة بالورق الملون برضو مفيش مشكلة خالص. هلزقها بالتساوي كده وهقص الزيادات. دي 3 قطع معايا، هتكون اصغر شوية لان المسافة الباقية من الازازة مش كبيرة قوي. هظبطها بالشكل ده كده، وكمان هشيل كل الزيادات اللي معايا من اثر الشمع. الجزء ده انا هعمل بيه او هداري بيه العنق بتاع الازازة نفسها. اخر حاجة معايا هعمل تعليقة لشكل الفانوس كده علشان يتعلق منها. تقدري تعملي الفكرة لأطفالك في البيت، وتقدري تعمليها طبعا بعددهم عندك، سواء عندك 1 أو 2 أو 3 ربنا يبارك. وممكن كمان تعملي اكتر من واحدة وتعلقيها، تبقى تعليقة على الحائط، وكمان ممكن تبقى في البلكونة او حاجات زي كده. وده الشكل التاني اللي انا عملته منها، عملت واحد باللون الاخضر في الاصفر وواحد باللون الاصفر في الموف.
اتمنى طبعا ان الفكرة تكون عجبتكم، تكون بسيطة تقدروا تنفذوها، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد وديكور جديد من ديكورات رمضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.